صباح الخير. عم نقوم بعملية مقارنة بين الكاميرتين بي ام دبليو 500 من سوني والكاميرا بي اكس دبليو زد 450. الكاميرا 450 هي كاميرا 4K الترا. الكاميرا بي ام دبليو 500 هي اخر جيل من اجيال السي سي دي، او الاحرى اخر كاميرا تم انتاجها من سوني سي سي دي بتقنيه سي سي دي سنسر. اما الكاميرا ال 450 هي بتقنيه السيموس. طبعا السيموس في مشكلتين. اول مشكله هي الفلاش باندنج، وثاني مشكله هي الجيلو افكت. بالنسبة لمشكلة الفلاش باندنج تم السيطرة عليها تقريبا بكل تقنية السيموس، كل الكاميرات اللي تعمل تقنية السيموس، ولكن بقيت مشكلة الجيلو افكت، لأنه الجيلو افكت حلا بده جلوبال شتر. لحتى تحط بالكاميرا جلوبال شتر انت راح ترتفع بقيمة الكاميرا 10,000 دولار، ولكن تعمل بعض الشركات على التخلص من هذه المشكلة، ولكن بنسب كثير بسيطة. ما زالت المشكلة قائمة بالكاميرات الحديثة ولكن أخف من قبل. ممكن بعد على التجارب والزمن ينتهي من المشكلة.